ما شاء الله قناص الصخرة أول الوافدين والداخلين على أرضية ميدان المطار. ابن أسوان ووردة الملك علي مدربين اسطبلات الأمريكي أكرم حجيرات أبو محمد وقيادة ستكون لمالك سواعد. تحياتنا للفارس المستقبل ومدرب المستقبل حبيبنا غدير. ارفع ايدك يا غدير، ارفع ايدك. جاستيس اللهم لاهت الملك سامر فرجات المدرب والفارس زياد النصاصره. اللي برا الرجاء ادخال الخيل على ارضيه الميدان حبيبنا الخيل اللي برا. يلا يا شباب الله يرضى عليك، أدركنا الوقت معانا 14 شوط اليوم، سجل شوي. صباح الخير مالك حبيبي الله يرضى عليك وينور لك اللي براسك ان شاء الله يا رب. قربت قربت ان شاء الله. ملك سواعد على صهوة قرناص الصخرة ينطلق الآن بعملية الإحماء تحت إشراف وتدريب اسطبلات الأمريكي. ما شاء الله تبارك الله قرناص الصخرة يدخل أرضية الميدان. أيضا خطار بن دينار بن لهب لهم بركة الفرد من الملك عدي غريفات المدربين اسطبلات الأشرف رازي ومنصور سيكون بقيادة محمد النادر. أساسرة على صهوة سلطان الصغير ابن الفحل بن جاستيس ولهاف الملك سامر فرجات المدرب والفارس زياد النصاصرة ينطلق بعملية الإحماء. ما شاء الله سلطان الصغير محمد النادر على صهوة خطار بن البلدوزر دينار بن لهاف وبركة الفاتن الملاك عدي ونمير غريفات مدربين اسطبلات الأشرف رازي ومنصور القيادة لمحمد النادر. حبايبنا الملاك الرجاء عدم التجمل عند جهاز الانطلاق. دعوا تومر كمال على صهوة غزال الكرمل بن مملوك الطالب وشيماء بنت النديم للملك والمدرب يوسف زيدان القيادة لتومر كمال على صهوة غزال الكرمل. وفعلا ينطلق الشوط الاول على بركه الله 2021 جيل السنتين. ما شاء الله تبارك الله خطر مع محمد النادر ينتزع الصداره من البدايه قناص الصخره مع مالك سواعد بالمراتب الثانيه غزال الكرمل يترقب بالمراتب الثالثه مع تومر كمال الامهار في مجموعه واحده. ما شاء الله تبارك الله بقبل دخولها المنعطف الاول ما يزال خطار مع محمد النادر متصدر هذا الشوط. الامهار دخلت المنعطف الاول مالك سواعد يحاول على صهوة قناص الصخرة بتقليص الفارق. الامهار ما بين المنعطفين ما يزال خطار ابن دينار متصدر هذا الشوط. خطار دينار ما يزال متصدر هذا الشوط. دخلت الامهار الخط المستقيم ما شاء الله تبارك الله. مالك سواعد يحاول على صهوة قناص الصخرة ما شاء الله تبارك الله الا ان خطار الدينار يابى التنازل على المرتبة الاولى مع محمد النادر. ما شاء الله تبارك الله خطار مع محمد النادر وقناص الصخرة مع مالك سواعد الا ان خطار الدينار بالمرتبة الاولى مع الخيال محمد
النادر وقناص الصخرة بالمراتب الثانية مع ملك سواعد ما شاء الله تبارك الله. أولى الأشواط 2021 جيل السنتين، مشاركة أولى لهذه الأسماء غزال الكرمل مع تومر كمال بالمراتب الثالثة. ما شاء الله تبارك الله خطار الديناري بن البلدوزر دينار الغنان التعريفي على السباقات الميادين، ديناري بن لهف وبنت مجالي، ما شاء الله تبارك الله خطار لهم بركة الفانتوم البطلة التي هيمنت على سباقات الميادين بنت الفانتوم، مالك عدي ونمير فيصل غريفات، المدربين صبلات الأشرف منصور ورازي، قيادة لمحمد النادر، وللتصفيق لبطل هذا الشوط خطار. ما شاء الله تبارك الله يا خطار، مبروك لعدي ونمير. نذكر بس عدي ونمير توزيع بيتزا زي ما وعدتني، الفيديو موجود لما صورتك فيديو، قلت لما انت تيجي اول توزع بيتزا على الغرفات كلها قدها. يلا تنشوف التوفيق حبايبنا والتوفيق. الله يبيع تعب لحدا، السلامة طبعا أولا وآخرا. مرة أخرى تحت إشراف وتدريب صبلات الأمريكي ابن أسوان وورد الملك علي، ما شاء الله كان بقيادة ملك سواعد أكرم أبو العدنان، يسلم كأس المرتبة الثانية أيضا من هذا الشوط لقناص الصخرة. ما شاء الله تبارك الله، شكر الخيل لو طارا صدقوه بنات الريحة فات شمالي. يلا حبايبنا اللي مع غزال الكرمل حتى تويش تومر. غزال الكرمل صاحب المرتبة الثالثة بهذا الشوط، ابن مملوك الطالب وشيماء بنت نديم، الملك والمدرب يوسف زيدان، القيادة كانت لتومر كمال، تحياتنا تومر. ما شاء الله غزال الكرمل. يلا حبايبنا استعجلونا بخير المجموعة الثانية لإبراز جولات القاسم، ريح الجنوب، مختار صخر، إفرو وكاريزما.